أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي عقيدة الإسماعيلية في الصحابة؟ وهل عبادتهم مثل عبادة أهل السنة؟ والله أنا غير متخصص يعني بالفرق، لكن لا أعرف الإسماعيلية فرقة باطنية، يعني بالمختصر على غير الإسلام، يعبدون الأولياء، وهي من الباطنية يعني الغلاة، ولكن إيش يستعملون التقية كما تعلمون، وإلا بهم هم على غير الإسلام. عقيدة الصحابة هم روافض، من غلاة الروافض، ومعروف عقيدة الروافضة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.